Say please. Please. Say harder. Harder. Okay. ان شاء الله تكونوا بخير. واو صار لي زمان مو حكي هالجمله. قلت حاخذكم اليوم على يومي. صراحه انس كل يوم نفس الشيء، يعني بفيق 9 الصبح بيتحمم وبيروح على الاوفيس، يعني البيت هداك لهديك. انا بصفى انا والاولاد، قلت ليش ما اخذكم وفرجيكم نهارنا شو عم بيصير كل يوم. صح اخذكم معي اليوم، قلت يمكن رح اطبخ شي طبخه، مع انه امبارح طبخت فاصوليه وبلحمه ورز. انا طلب مني، اشتقت لكم، اهلا وسهلا، تفضلوا على البيت، صار لكم زمان. بصراحه كل يوم تقريبا جهز للاشياء اللي حكينا لكم عليها، وعن قريب في سفره، ويا هلا ميلا بتروح عند الجيران. بصراحه كثير مبسوطه، وانا مبسوطه لانه الجيران طلعوا مسلمين وحبابين وعم بيجوا على بيتنا كثير، وهي عم تروح هنيك. صار لها فتره ميلا عم تفيق وتقلي ماما بدي اياكي تسجليني للجيمناستكس. رحت اليوم اتصلت على محل هيك ببعد مكان، ببعد 8 دقائق من بيتنا، جيمناستكس، وسجلتها. انا كثير فخوره بما انه انا سجلتها لحالي بدون انس. واو. بكره كمان حتبدا الجيمناستكس، فكمان حاخذكم معي. ما بعرف حتحبوني اكثر من انس بما انه اخذتكم اليوم، وبكره حاخذكم معي ويا. وكمان حنطبخ اليوم، قول يعني هيك حيكون اليوم فلوج اكثر، وتوتي واخذكم على يومي. انس حتى حصور لكم انس وشو عم بيصير بالبيت الثاني. نوا هلا هو فوق نايم، هلا هو بالعاده بينام بين الوحده للثلاثه. ويا طلعت هون التشيكن. تعالوا نشوف شو هنطبخ اليوم. طبخ زبونة الفريج شوية موسخ، عم نظفه كل يومين، ما بعرف كيف انس بيوسخ لي اياه. صح. حدا رمي لنا الشرس. وعليكم. هلا اجت ميمي. هاي قولي مرحبا. مرحبا. انبسطتي مع الجيران؟ اوه واو. اوكي سو بما انه حاطبخ اليوم، بتعرفوا اليوم اللي بيجي اللي بتحسوا فيه ما بتعرفوا شو بدكم تطبخوا؟ يعني امبارح عملت فاصوليه مع رز، بعدين قبله عملت لازانيا، بعدين قبله عملت فركه كوسه ومحشي ودولمه، يعني ما ضل شيء ما عملته. فوصلت لمرحله خلص حزت اي شيء عندي بمقلايه. اوكي واخيرا خلص التشيكن. لك كيف طلع شكله؟ ما شاء الله بشهي. لكو كو كيف طلع شكلهم بشهو. هلا ححطهم بالساب بكبسهم، وبعدين بتصير متحمسه. اوكي سو رايحه اودي هذا الصحن لأنس. Krusty Krab pizza is the pizza for you and me. No 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 no. Okay, يلا بسم الله. كيف حنفتح الباب؟ ماسك الكاميرا بإيد والأكل بإيد. يلا. استنوا. هاي هشام. حسبت حسابك. شكرا. استنوا شوي بس لاخذ ردة فعل زوجي. اقضي يوم 24 ساعة امرأة صالحة. الله عليكي، ثانك يو سو ماتش يا صالة، يعطيك العافية. هذول الكل والله ما هن هن بيحبوا الأجانب هي. اوكي يو جايز بيك. ما شاء الله. والله لا تاخذ أول. I'm rooting a little bit. جت قالت لي صالة اليوم جعبالي صور لعيلة على صالة. قلت لها اوكي روحي صوري، طلع معك العنوان صرت امرأة صالحة ليوم كامل. والله مو حلو؟ مو حلو؟ لو عملت كثير اشياء. سجلت بنتي بالجيمناستيك، نيمت ابني، طبخت لك، وكنت قبل شوي هون معك نسيت اقول لهم بالميتينغ. عم تشتغل والله اليوم اشتغلت اصلا. هي هي الامراه الصالحه. انت مو امراه صالحه، صرت امراه مستقله ليوم كامل. شو يعني؟ يعني انت مستقل اندبندنت وومن. ما شاء الله هي عضه، هي شفط الدنيا معه وهو عم ما شاء الله. صحه وهنا. اميزنج. اقول لك شو اخر مره حاعمل رده فعل معك، لانه رده فعل مشان هيك بطلنا نصور. ليش؟ لانه رده فعلك مو حلوه. والله العظيم بجنن، ما بعرف شو بدي اقول. نو خلص انت دوق، تعال شوف رده فعلك. كل ايام تعال دوق. هي مشان امك تشوف انه عم نطعميك، ها؟ انه مو تاركينك بس. ماما قاعد باكل. ليام عربي اكثر من امه وابوه، تقابلوا مع بعض بالكويت. بالكويت بلدي. اول شيء بتقول بسم الله. قول بسم الله.
او لا لا اوكي سي اوكي بسم الله بسم الله What do you think? No. اخر مره حنطامي انا عملتي راح هلا اكون امراه صالحه امراه مستقله يا حبيبتي طب هات كرتك امراه صالحه والله مني منك باكل وما بتخلف اوكي خلص انا اسف تفضلي شكرا اوكي خذ ما بدنا الحمد لله انا امراه عندي كرتي لحالي وما بدي رجال لاستقر كاندبندنت شو بيقولوا بالعربي مستقله ايه. وما محتاجه كرتي صح لا لانه اوريدي معي الحسابات شكرا والله بصراحه اليوم شوب بس في هوايات حلوه والحمد لله ما في رطوبه الجو وميلا هلا راحت تسبح مع جيران اخذوها على المسبح هفرجيكم بعد شوي حكمل صدريشتي ما كملت بصراحه لانه قلت خلص يا بنت المهم تحطي شيء بتمك وروحي ودي الاكل لجوزك عشان تعرفوا بس هلا حط في الكاميرا بدي نظف شوي وبرجع لكم اوكي سو بعرف اذا اخذت قرار غلط بس عم رجعت على البيت وكنت عم نظف بعدين قلت لحالي ليش ما منظف الكنبه بما انه الاولاد وسخوه وحطوا وسخ ودنيا وكاني ندمت حلف الكاميرا وحتعرفوا ليه جاهزين 1 2 3 انه يعني شو في خواريف هون ما بعرف شو صار بس كنت عم حاول شيل الهاي بعدين لقيت هدول انه بيفرطوا بس قلت بما انه شلت واحدة خلص لازم شيل الكل بلشت اندم لانه هلأ لما رجعهم حقتعب كتير مدري مين اللي اخترع هالكنباية مفروض يكون مو هيك الوضع ليكو مين اجا انا وعم عزل تدخلوا هون اوعى هلأ عزلت البيت حاضر صلن زمان ما شافوا ولا سكاي ليكو شو كبرانة ما شاء الله تذكر لما هديتك ياها بعيدني لقدك هاي سكاي هيك حلوة انتي قال نظفوها مبارح وفي رفرشوا لأسنانة هي هفهف والله لسه بتعض مثل الوف مثل الذئب شي يعني بالعادة الصبح مرة وبالليل مرة بس لأنه ما مشيناها اليوم الصبح لأنه كنا مشغولين تذكروا لما أول نقلنا هون هدول البيوت ما كانوا مبنين كانوا بس حجر ليكو تراب قصدي ليكو صاروا مبنين واو. كل هاد ما كان موجود تذكر حتى ليكو بلشوا ناس يعيشوا هون اوه نسيت لكم صباغة شعري اوه اللي مو عارف الحقوني على الانستغرام كثير عم صور لكم اشياء هونيك اكثر من انس على فكره فرجيكم سكاي شو بتعمل اوه الانس صار قال عم بيدربه سكاي سيت ستي واو كم هير سيت جود واو انس يعني فيكم تقولوا بيحبها اكثر من ما بيحبني انا من انا وصغير يا جماعه نفسي يكون عندي ذئب فهي ماشا. اقرب شيء للذئب الواحد قانوني انه يكون عنده بصراحه انا ما كثير عم شوفها بما انه هي بهداك البيت بتضل هونيك والشباب بيعتنوا فيها وبيطعموها بتمشي هيك جنبك هيك هوب سيت كثير شوب حنرجع هلا وشكل الكاميرا اصلا بلشت تحمى من الشوب والله انك كفو يا اصاله انك عملتي بلوج اليوم والله انكم والله يا جماعه لحاله اصاله فايت كنت عم فكر فيكم بالليل عم بقرا المسجات كنت عم بقرا على الانستغرام وكلكم كثير زعلانين قلتوا اشتقنا لكم مش يا جماعه انه انا والله العظيم عم حط لكم كنت انه فيديوهات مثل القناه الاجنبيه عرفتوا كيف لانه انتم قلتوا لنا اخر شيء ما عاد بدهم بس ما بدهم انا عرفت شو المشكله شو انه هن احيانا بدهم يشوفوا حياتنا بس بنفس الوقت انه بدهم كمان تحديات بعض الاحيان نحن يا جماعه نحن على فكره اسهل شيء علينا انه نحن نصور هيك بس لما كنا نصور هيك انتم صرتوا تقولوا اوه انتم بتهتموا بالقناه الاجنبيه اكثر يا جماعه القناه الاجنبيه بتاخذ اسبوعين لينزل فيديو كثير كثير يعني اذا بدي اشتغل نفس الفيديو على القناه العربيه حياخذ اسبوع اسبوعين عشان هيك نحن عم نتاخر عليكم لانه عم نشتغلكم مثلهم والله شرحت منيح قالوا لنا بدكم فيديوهات مثل القناه الاجنبيه فممكن تاخذ اسبوع اسبوعين لينزل كل فيديو ولا بتكون حياتنا كل 3 4 ايام ينزل فيديو مثل انتم هلا شايفينه القرار بايدكم يا جماعه بس اتفقوا مع بعض سو بكره حسوي لكم كمان عملت لك موعد اسنان بس شو الحلو بالموضوع انه اول مره بشوف دكتور اسنان قال بدل ما احنا نروح عنده هو حيجي عنا على البيت فتخيلوا من الكنباية حيعمل لنا اسناننا كمان بكره سجلتي ميلا بالجمناستيك صح؟ يس قلت له يس ليكو مين رجعت من المسبح هاي ديد يو هاف فان؟ يا سو تحممت على السريع وهي انس هون هلو هلا صار وقت فيقوا لنوا
لانه صلوا نايم شي 3 ساعات. كركوري كركوري حلوة صغلولي كركوري شكن 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 دودي وتخيلك ككوكو كركوري إيه 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 فق يعمل مشاكل لولو صباح الهيل هيل هيل صباح ولي سو يا لولو ولي هي شوكولاتة بيضة طيبة شوكولاتة إيه شو يلا يلا روح روح بلش مشاكل يلا تفضل شرفنا او نولا هاي وسخه كيخ ما فرق معه حدا هاي لكم مين فا نو مور ذس خربت اسنانه اي لك 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 عصب العصب خربت اسنانك وليه على قامتي انا هي هي لا 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 عصبية هي اوكي خلص تعال ليه وليه حردت حردت اوه احنا اسفين اسفون هاي نوى do you want it? yeah say please say حاضر اوكي الحاضر دي كمان هاي اللهاية تبع طلع اللهاية تبع ميلا التليفون نو نو لهاية اوكي 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 say say please say حاضر عطي مامي بوسة عطي مامي بيك بوسة قول لمامي حاضر وحاضر قول حاضر حاضر ولي يا حاضر لا لا قول بليز قول بنانا نانا نانا أبو Say blue. Say green. Blue. Say pink. Blue. Say purple. Purple. صار بالليل بس كنت عم بشحن الكاميرا طفت وغسلت وشي وحممت الاولاد وعملت 100 شغله عزلت البيت وبس كنت بدي افرجيكم الصالون غسلت الحمد لله عزلت كل شيء هلا حاطلع عن الاولاد يس ميمي او لكم هون يس يس او طلبت لهم الاولاد هلا شيء على السريع ياكلوا كلهم لابسين بيجاما وعم حط حطيت لهم هون فيلم بيحبوا يتفرجوا بعدين بعد شيء هيك 20 دقيقه حياكلوا بعدين نايمون كانت ميلا قاعده هون عم تلعب بهي جنية هاي بس صراحة كان نهار كتير طويل ولهلأ ساعة 9 بالليل تخيلوا أنس لهلأ ما إجا كنت عم بروح بساعدهم باجتماع وبرجع غسلت وشي لبست بيجامة وجاهزين هلأ ننام بعد شوي بكرة حصولكن كمان شو حنعمل بكرة كتير عنا أشياء جاي دكتور أسنان على البيت يعملنا أسناننا فكرة كتير حلوة وأول مرة نعملها فكتير متحمسة لنعملها وميلا حوديها أول يوم جيمناستيك حصولكم إن شاء الله مشان هيك حطيت الكاميرا بالمطبخ يا كتير متحمسة واشتقت لكم وبتمنى هيك حسيتوا إنكم كنتوا معي طول الوقت